تم هذا اليوم زيارة مشاريع المنفذة في قضاء الغراف المنفذة من قبل صندوق عمار ذي قار، وبواقع 4 مشاريع ضمن خطة الصندوق لعام 21، حيث تم إنجاز مشاريع الطرق الريفية بنسبة 100%، ومشروع إنشاء مجمع ماء سعة 1500 متر على الساعة تم وصول نسبة إنجازه بحدود 90%. كذلك تم زيارة إنشاء شوارع مخدومة بخدمات البنى التحتية في حي الشعب في قضاء الغراف، والاطلاع على الأعمال المنفذة فيها، حيث تم إنجاز كافة أعمال المجاري بنسبة خطوط المياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بنسبة 100%، وكذلك أعمال الحوض المحطة محطة الرفع إكمال أعمال المدنية للحوض. كذلك تمت المباشرة بأعمال الترابية لموقع المحطة وإكمال صب الشوارع في حي الشعب بنسبة 100%. الأعمال التي تنفذ حاليا واطلعنا على تنفيذها هي أعمال السواقي وأعمال القالب الجانبي، وصلت نسبة الإنجاز بحدود 93%. الشركة المنفذة للمشروع شركة سيد عبد الواحد حميد، تم توجيه الشركة على مضاعفة الجهود وإنجاز العمل ضمن الفترة المحددة للمشروع. Thank you.